لا احنا مش في برنامج سهرانين، مش حاجه اسمها احتفظ بيها لنفسي. السنه اللي فاتت زي اليومين دول في رمضان كان في وجه جديد مكسر الدنيا والبنات كلها هتموت عليه. ظهر في مسلسل الف حمد لله على السلامه مع الفنانه يسرى بدور الضابط حسام، والوجه الجديد ده يبقى الفنان احمد عبد الوهاب. عمل شخصيه الضابط بشكل مختلف جدا عن اي مره شفنا ضابط فيها على الشاشه، وكان الدويتو بينه وبين ميان السيد في المسلسل حلو جدا وحبه الجمهور قوي بسبب خفه دمه. بيرمي الافيه من غير ما تحس انه متعمد يضحكك، ضحك سهل لطيف كده. بس الحقيقه اللي مش ناس كتير تعرفها هي ان احمد عبد الوهاب اصلا مؤلف. مش بس كده، ده الف اشهر الاعمال الكوميديه الناجحه كمان، واعمال غيرها كتير زي مسلسل البيت بيتي لكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وعلى فكرة هو شارك في المسلسل ده كممثل كمان، وعمل دور الابن اللي اتجنن بسبب ظلم أهله. كمان هو مؤلف مسرحية أنستونا لدنيا سمير غانم اللي اتعرضت في مصر، وكمان آخر عرض ليها كان في السعودية الشهر اللي فات. مسرحيات تانية زي شمسية واربع كراسي وشوية من حلقات مسرح مصر للنجم أشرف عبد الباقي. وشارك أحمد في كتابة أعمال كتير زي مسلسل عزمي وأشجان لإيمي سمير غانم وحسن الرداد. واما بالنسبه للافلام فله فيلم الخطه العايمه بطوله غاده عادل، علي ربيع، وكمان الفنان عمرو عبد الجليل، وبيشترك مع احمد في كتابه وتاليف الاعمال دي صديقه الكاتب كريم سامي. اما السنه دي فشفنا احمد في مسلسلين مختلفين وبشخصيتين غير بعض خالص. الشخصيه الاولى فادي في مسلسل اشغال شقه، فادي اللي جاب لمهتاب الفولورز، وشخصيه فادي في اشغال شقه هي الاستيريوتايب لاغلب اللي بيعملوا بودكاست في مصر. والشخصية التانية يحيى ابن المؤذن في الحشاشين، شفنا شخص تاني خالص عن أي عمل عمله أحمد قبل كده. وأقوى حلقة لأحمد في المسلسل هي الحلقة الـ11، كان فيه إبهار في أداء أحمد والمعركة وتمثيل كل الممثلين بصراحة. حلقة عالمية تحسسك بالفخر إن المشاهد الهوليوودية دي لعمل مصري خالص. وانتهت المعركة بين جيش السلطان وأتباع حسن الصباح بسقوط يحيى ابن المؤذن جنب حبيبته في قلعة الأمويت. وبالمناسبة هنقول لكم على حاجة مش ناس كتير تعرفها. طبعا كلنا عارفين ان شيكو وكريم محمود عبد العزيز نازل ليهم في نص التاني من رمضان مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، وكلنا متحمسين نشوف الكوميديا بين الاتنين هتبقى عاملة ازاي. طبعا نجوم كبار ولهم جمهور كبير. المفاجأة بقى ان اللي كاتب المسلسل يبقى احمد عبد الوهاب مع شريكه كريم سامي، وكمان هينزل لاحمد في العيد فيلم على الماشي مع كريم برضو. ومن كام سنة اتجوز أحمد من بنت الفنان صبحي خليل داليا، ففرح حضروا نجوم كتير من نجوم الفن زي حمادة هلال، محمود عبد الغني وغيرهم كتير.